سؤال وشي ورونا للوزاره الداخليه ورونا واحد من اللي عمل لي شديتهم قولوا راه السيد هذا كذا خلينا نشوفوا خلينا نشوفوا شفنا يا شعب قاسرين ماناش مصدقين ما شفناش مع كل احترامات احنا مع الوزاره الداخليه مع وزاره الدفاع كسرناه كاملين اما نحبوا الكذبه هذه تنح خاطر ما شفنا شيء علاش الثوره تدور من القاصرين والحق يخرج من القاصرين والفنجرات من القاصرين والموتى في القاصرين عليه القاصرين بالذات عليه خاطر فقراء ما عندهمش نحن شعب كامل القاصرين ونحوسوا فيه ونهزوا درينا ونهزوا ميتنا ونبقوا لكم الشمل ونروحوا للناس كرهب حاطين فيها الغيم الاغماطف كل يوم عاملين لنا فيه كل يوم التنميه ما عادش موجوده السياح ما عادش يجي الشغل ما عادش ارهاب في الاسعار ارهاب في الخدمه ارهاب في كل شيء كيت الارهاب ماذا مش منه والجيش واحد يخطط فيها يخطط فيها واحد ما فهمت ثبتوا فيها الحاجه هذه اللي هي ما تمش الارهاب لا والو والجيش قاعد كلهم يموتوا ثلاثه اربعه خمسه ولاد بلادنا هذوك يسموا فهمت والجيش يحيى تونس تحيا الجيش ولا ثم الارهاب لا والو عندنا 8 شهور تو قاعدين يدوروا جيش حرس شرطة ملقوش حتى واحد خلاص يحكوا على الرياب حكاية كيكة إذا كان هما موجودين نقول الراشد الغنوش يا أخويا برا امشي تصرف معاهم أبنائك هذوما اللي تحبنا نحن نحتضنوهم نحن راو الناس هذية ما عندهاش بلاصة معنا لا في القصرين ولا في تونس وراو شباب القصرين ورجال القصرين ونساء القصرين كلها جنود متجندة ضد الشيء ذا حكيت الإرهاب هذوما نحب نسأل شهرين شكون يمول فيهم الإرهابيين في الشعب منين يأكلوا منين يشربوا منين يداويوا شو يثبت البلاد يبعثوا عباد تثبت الشفامة بالضبط في البلاد شنو ذم يعملوا لنا قيمة رمى ذمش الإرهاب رمى يكل رأيك ذم إرهابنا احنا القصرين وكل نمشوا ليها رأوا البلاد هذي يحبوا سووا مسخوا لها سمعة مليحة بالحق ولا إلى عنا حتى إرهاب ونحن الشعب كل مش الإرهاب يجيبوه لأن كل ما يصير هو مجرد دعاية الغاية من ورائها أن لا أن تجهد هذه التجربة التجربة التي تمثل ربما تجربة رائدة في العالم العربي يقولوا الإرهاب